الصرف الصحي تحصد وتخطف أرواح التونسيين، وهذه المرة فتاة في مقتبل العمر، وهذه مكان العملية، هنا توفيت الله يرحمها. بالنسبة لمريم شهيدة، شهيدة الخبزة، هي بنت نفيذة، نفيذة اللي قدمت نفيذة اللي عام 50 قدمت دمها فداء لتونس، اليوم تعاني من التهميش لدرجة أنه أرواح العباد وأرواح بناتنا وأولادنا تكون معناها ما عندهاش حتى ربع قيمة عند المسؤول اللي يعتلي المناصب وآخر همه، وكل واحد فيهم يطيش في الكرة لغيره، وكل واحد فيهم يعتبر اللي دم مريم والمنار عم ناول يتسمى ما عندوش حتى ربع قيمة بالنسبة لهم، هم كراسيهم ومقاعدهم هي الأهم، وبالنسبة لهم كل واحد فيهم مش مسؤول، لذلك أي إنسان يجي لنفيذة وما يخدمش بلادنا دقاش يرحم والديكم وربي معاكم، ورأيتوا نفيذة فيها رجال ونساء تضرب عليها كما ضربنا قبل في الاستعمار، وكانت شرارة وبالقسم سامحوني فرحات حشات قال أحبك يا شعب قراسة نفيذة، خاطر رجال نفيذة، خاطر منوبية قابي، خاطر بن سالم اللي عطاو دمهم، احنا من الستينات بلادنا لا تزادت لا مدارس لا معاهد كما العباد لا مستشفى جهوي كما العباد لا كياسات، كياس جقرنية معتبر طريق الموت، كياس سيد سعيدان عم ناول يقتل بنية وخالتها طلعتها سخانة، السمين تاعنا يسرقوها من قدامنا في المستشفى تاعنا، وشكرا. هوني توفيت مريم الله يرحمها، هذا المكان هذا يا خويا اللي تجهزوا البلدية الكل جبدوا منه رواحهم وقالوا وانه خويا كل والجي ام جي والناس كل قالوا انه مش تبعنا، وما يعني معناها الاكسيدون هذا ما يعنينا. شوف خويا اول مطلب هذا هي ماتت الله يرحمها، يشوفوا شنو هي عائلتها حقوقهم شنو يحبوا ويعملوا ويوفروا لهم حقوقهم وحالا خويا، هذه حاجه مطلب. الثاني استقاله رئيس البلديه والمجلس البلدي ووزير تجهيز المعتمده، الناس الكل ما عادش حشتنا بهم ديجاج، سينو باش تطلع الحكايه اكثر باش تولي اكثر، احنا خسرنا اختنا الناس الكل، اني ديجا ميت لهنا معها اخويا، نجم غدوه نموت ونجم العباد الكل اللي جات هذه الكل تموت على خاطرها غدوه، هذا اخر حاجه. هنا توفت مريم الله يرحمها، هذا بطبيعه الحال نتيجه اهمال واضح من السلطات المحليه ومن الحكم المحلي، السيد رئيس البلديه تحمل مسؤوليه، السيده المعتمده تحمل مسؤوليه، واحنا ننبه السلطات الوطنيه، ننبه الحكومه الى ان النفيذه راهي ماهياش مش ترضى بالشيء اللي موجود، ومستقبلا ما عادش مش تسكت، والحادثه هذه هي تنجم تقول انطلاقه ثوره جديده، احنا نعتبروها اليوم بدايه ثوره جديده، لان هذه مظلمه يعني نتيجه اهمال
روح مريم غالية عندنا، أغلى من كرسي المعتمدة وأغلى من كرسي رئيس البلدية. سمحني، أنت ذكرت يعني رئيس البلدية والمعتمدة. شفنا اللي المسؤولين تملصوا من قضية مريم، شكون اللي يتحمل المسؤولية الكبرى اليوم؟ احنا يتملصوا أو ما يتملصوش، الحلال وبين والحرام وبين، الحق واضح. اللي يتحمل المسؤولية هما السلطات اللي تحكم في البلاد لهنا. شكون يحكم في البلاد؟ فما معتمدة وفما رئيس بلدية، هذوما هما المفروض، يعني المفروض وقت اللي فما اجواء معناها متاع طقس، معناها مناخ معناها مش طبيعي، يعملوا اجتماع، يعيطوا للحمايه المدنيه، يعيطوا للتجهيز، يعيطوا كل القطاعات باش يتعاونوا على حمايه الجهه. اما هذم الناس معناها تغط في سبات عميق ولا حياه لمن تنادي، والشعب هذا قاعد يدفع في ضريبه، وهذه ماهيش المره الاولى. السنه الماضيه توفت مراه وبنتها، قبلها توفوا ناس اخرين، السنه هذه هي توفت البنيه هذه ومازال. هل هذا توا منطق في طريق عام؟ سامحني، شوف معناها الخطر هذا على طريق عام، هاي انزلقت سياره، فهمني، ناس طلعوا من المعمل وهذا يتعبى بالماء، يعني هذا هو الموت، هذا هو مكان موت. ولهذا كل من عمل يتحمل العمل نتاعو، اللي قال ما نتحملش مسؤوليه هو اللي يتحمل المسؤوليه. انا كانت لي مداخله مع مدير الجهوي للتجهيز البارح في اذاعه خاصه في سوسه، قال اللي هو ممر ترابي يا لندرا، هذا ممر ترابي تراو فيه، هذا مش كانيفور، هذا مش روغارا، شنو الفرق ما بين روغارا وزيغو معناتها في تونس؟ خاطر هو السيد هذا ما يمشيش سور تيران وما يشوفش، مش قاعد يشوف بنته ما هيش تخدم في المعمل، ولده مش يخدم في المعمل، هما شادين الكريسي وبنته تخدم مديره وتخدم في بيرو وكذا، لكن الزويلي هو اللي ماشي ضحيه. اليوم حق مريم شكون باش ياخذه؟ كلها تتملس وكلها تهرب من المسؤوليات، شكون باش ياخذ؟ شكون باش يجيبوا حق مريم الزواليه هذيك؟ يا سيد وزير الدولة، يا ناس، يا اللي شادين الكريسي، حق مريم شكون باش يجيبه؟ كل واحد يطيش الكورة لخوه، بلدية تقول لك لوناس، لوناس تقول لك خاطيني التجهيز، إيه؟ والمواطن هذايا الزوالي كيما صار في تونس وكيما صار في ألف بلاصة بلاصة، حقهم شكون باش ياخذوا هذوكم؟ شادين الكريسي فيقوا اخدموا شوية الشعب، راك تاخذوا من دمنا في الفلوس، راك قاعدين تعبوا كذا وماكمش قاعدين تخدموا، راه حق مريم شكون باش ياخذوا؟ شباب تونس قاعد يموت خويا في الروغارات، قاعد يموت في البحر، قاعد مناش هذايا من المسؤولين اللي نهار كامل قاعدين على الكراسي وشيخين. بربي يا رئيس الدولة، فيق يا معلم، راك راقد ولا فاش قاعد تعمل انت؟ فيق يا خويا، راي العباد قاعد تموت كل يوم، راي العباد قاعد يعلم بها كان ربي يا خويا. كان انت شادت كرسي وشادت القصر والوزراء نتاعك راقدين وياخذوا في 10 20 مليون و30 مليون، احنا رانا على 500 الف قاعدين نموتوا كل يوم. فيقوا يرحم والديكم، فيقوا، رانا تعبنا، ساي سي بون با. بالطبيعه كل منطقه في تونس كسوا في المناطق الداخليه ولا اللي موجود على الساحل، على خاطر نفيده محسوبه على ولايه سوسه، دونك كولايه ماهيش كمعتمديه لاباس، جاي على الساحل وعندها بحر وراهي معناها في نعيم. لا نحب نقول راهي صحيح محسوبه على نفيده على الساحل، لكن نفيده راهي مهمشه، نفيذة من الستينات ما تزاد فيها حتى شيء. كالعادة اليوم في 2020 نحكيو على بنية بالعهل ما في كانيفو كي من هكا ما غير ديغارد كار، على خاطر نحنا المسلسل متاع البلوعات هذايا ديجا يتواصل ونعرفوا اللي صار قبل في تونس، معناها حتى كان مش في احنا ولادنا الكل معناها اللي طاحوا مريم بنت تونس الكل، لكن راهو نحبوا توضيح على الأقل المسؤول اللي يتملص من مسؤوليته واللي ما يحبش يقول راهي البنية اللي ماتت على مسؤوليتي أنا وراني أنا الغلط نتاعي راهو ما عملتش كذا وكذا. ما فماش السيد المدير الجهوي للتجهيز كل مره يقول كلام، مره يقول هذاك ممر ترابي. شلون ممر ترابي يا رسول الله؟ هذا مش ممر ترابي، هذا خندق نتاع موت، هذا قبر يهز سته من الناس، والبنيه مسكينه على اساس انها ما ماتوش، معناها وقت اللي طاحت تخرج من هنا تخرج 300 متر ومن غادي، معناها اليوم في 2021 نحكي في 2020 نحكيو على موت مستراب، معناها انا نقول موت مستراب على خاطر حق مريم في رقبه المسؤولين وفي رقبه الناس اللي ماخذه الكرسي وماخذه على راحتها. نحب نوجه رساله للسيد رئيس البلديه، خاطر رئيس البلديه زاد خرج وقال راهي ماهيش مسؤوليتي، مسؤوليه التجهيز ولا جي ام جي، ورساله المعتمدة التنفيذه اللي جاوك وحكاو معاك با مال دو فوا وحقرتي العباد وما خرجتي لهمش وما سالتيش وما قلتيش شنو اللي فما وما خذيتيش احتياطاتك اللازمه، على خاطر نورمالمون التجهيز
والبلدية ومعتمدية تنفيذها والناس تكونوا لجنة لمجابهة الكوارث، وكل ما وين اللجنة هذه تشتغل الليل ونهار وقت اللي تبدأ فما فيضانات، ونعرفوا اللي رأي العباد هذوما الكل أنتم مسؤولين على الشيء اللي قاعد يصير. ما فما حتى حد عز العائلة، ما فما حتى حد مشى لأمها ولا الواد، ما حتى حد من المسؤولين زار. السيدة الوالية زاد، أين أنت السيدة الوالية؟ راك بالحق، معناها أنا كنت عجبني على خاطر ديما طابت على الميدان، ما فهمتش علاش المرة هذية ما فما حتى حد جاء وسأل ولا استفسر، يعني كانوا حيوانات مات مشى على روحه، حتى حد ما سأله، حتى حد ما استفسر من الحكاية هذه. خاصة وخاصة معناتها حاجة توجع القلب، اللي أهل النفيذة بالذات، معناها اليوم المسيرة مفروض تكون نفيذة الكل برا، خاطر ماهيش أول حالة، إن شاء الله تكون آخر حالة، ماهيش أول حالة صارت في طريق الفرادة، بنية هي وخالتها ولا من يحرك ساكن حتى اليوم. الناس هذا البنية هذه عمرها 21 سنة، شويت عليها تونسي الكل. السيدة المعتمدة في برجك العاجي، أنت سيادتك معناها مفروض تكوني أنت المسؤولة الأولى في البلاد هذه، وينك في هذا الكل؟ حتى مفروض علاش ما فماش مسؤول اليوم في المسيرة هذه؟ ما فماش لا سلاح، لا فما حد شيء يخوف، معناها ناس خارجة، ناس قلب، ناس دمها غلي، ناس طالبة معناها مسيرة سلمية، وينهم المسؤولين متاع البلاد هذه؟ السيدة المعتمدة باللي جارد كور وبالشي وبالعصا في المعتمدية، أنت كما مسؤولة أولى في البلاد هذه، وينك اليوم؟ كارثة شنو معناها؟ وقتاش باش تخرج؟ ما هبطتش على الميدان، ما هبطتش، وين هي اليوم؟ هاو اليوم السيدي، هاو اليوم أكثر من هكا على الميدان، وين هي اليوم؟ ما فماش حتى كلمة، حتى مسؤول. السيدة المعتمدة أنت وقتاش معناها مش تبقى سيادتك بالجارد كور؟ لا واحد ينجم يدخل يقابلك، لا أنت لا حليت حتى مشكلة في هالبلاد هذه. صحيح ما نحملوكش المسؤولية وحدك، أما على الأقل كلمة تبرد الخاطر. البلاد هذه راهي ديما التالي، مانيش عارفين لا متى، وقتاش رجال البلاد هذه مش تتحرك. اليوم تلامذه هاكم تشوفوا وليدات صغار في عمر مريم، ما فماش اكثر منهم، معناها اي واحد فينا ينجم يكون بنتي، ولدي، خويا. علاش مش الناس الكل، علاش مش في الكل اليوم في الشارع؟ علاش؟ مانيش فاهمه والله، شيء معناها يحبس المخ. المسؤولين نسكن علاش؟ خاطر معاملين اللي كالعاده، معناتها كيما صار للبنيه ميار ولا اللي ماتت هي وخالتها، كيما اللي صار قبلها، معناها مش تغلي العباد نهار نهارين وتوفى الحكايه ويوفى كل شيء، وترجع العباد تجري وتحارب على الكرسي. يا خويا الوقت ايش هالكرسي هذا؟ زعما ما تخافوش ربي، حسبنا الله ونعم الوكيل، هو راهو فما ربي في الدنيا. كريم اليزيدي، رئيس جمعيه منتدى المعرفه. احنا كمنظمات وجمعيات وطنيه قمنا باجتماع البارح في الاتحاد، وقررنا باش تكون مسيره سلميه من مكان وفاه الشهيده منوبيه جابي اللي ماتت عندها توأم عام 1950، شهيده الوطن وشهيده الخبزه، الى مسيرة إلى الوصول إلى مكان الشهيدة شهيدة الخبزة مريم 2020. مأساة كبيرة، ما بينهم 4 كيلومتر، لكن 4 كيلومتر كلهم مأساة لمنطقة تنفيذة. تهميش، فقر، أكثر نسبة بطالة في ولاية سوسة 25%، أكثر نسبة فقر في ولاية سوسة 25% ولا 26%. تدني نتائج المناظرات المدرسية نفيذة في آخر مرتبة في تدني المدارس المدرسية، بنية تحتية مهرية، المطار موجود زون اندستريال، معناتها ما يخدموش فيها الأغلبية، معناتها ترونجي. ماناش ضد المناطق الأخرى، لكن تكون الأولوية لمناطق نفيذة. هاك تشوف شكون يتحمل المسؤولية نتاع موت مريم. التجهيز تقول خاتيني، جي ام جي تقول خاتيني، يظني مش نمشوا لجمهورية مالي باش يشوفونا خويا وزير التجهيز، يشوفونا شكون غاديك، شكون نمشيو، شوفونا شكون نمشيو. رئيس الدولة قال لو عثرت بغلة في الأعلى لا سئل عليها عمرها، وقول له خويا هاو ما عثرتش بغلة. هاي سيدي فهمتني، ماتت طفلة 21 سنة في روجارة في 2020. أنا نحمل المسؤولية للسلطات الجهوية والسلطات المركزية، هالتهميش المنطقة تنفيذها، معناتها في تصوروا في الكوفيد في الكوفيد ويهزونا الصميم، معناتها منطقة تنفيذة 60,000 ساكن ومعها كوندار وبوفيشة وسيدي بو علي وهرقلة، يزيدوا يهزونا الصمي. تنجم تكون تمنع الصمي كان جات موجودة الطفل في الحادثة هذه، تنجم تكون تمنع. تحميل
المدنيه تقريبا امتار على مكان امتار حاجة. خرجت الحمايه المدنيه ما تنجمش، ما عندهمش فهم دي نتاع الاسوس دوكسيجين، ما عندهاش الماكينات تاع اللي تمنع، اما الصميم فاهم جاهزه فيها طبه فيها ناس مختصه كنت نجم تمنع. احنا نطالبوا السلطات الجهويه والمركزيه الالتفات لمنطقه في ما عندناش حاجات كبيره، اما خويا تلفتون بنيه تحتيه ماريه تقريبا المشاريع نتاع التنميه المندمجه التو معطله، الطريق اللي ماتت فيه عمناون طفله 4 سنين هي وخالتها تقريبا التو معطل الطريق ومرصود في الميزانيه، لكن الولايه تبجل الصاد نتاع الاطوال تبجل مشاريع اخرى ومنطقه تنفيذها ناسيتها كومبليتمون. وزاد خاصه النواب نتاع الجهه كيما شرف الدين وكيما حسين جنايح جابوهم المرتبه الاولى 2015 وفي نفيذة انتخبوهم هم الاولانيين، و2019 شرف الدين هو الاولاني انتخبوه لكن ما جاش لنفيذة ولا نهار، 5 سنين الاولانيين ما جاش وسنين تو عام حريقه وموت وفيضانات وهات لا نهار جي شاف نفيذة شو ناقصه شنو كذا. يا مسي شرف الدين يا سي رضا شرف الدين راهو نفيذة انتخاباتك انت الاول جيت في الانتخابات انت وحسين جنيح، علاش ما تجيش نفيذه وتشوف المشاكل نتاعها؟ ماشي تعارك على الصطاد، عارك على الكياسات، عارك على 10 مليارات المعطله. وشكرا، ان شاء الله ربي ياخذ حق اخت ماري مرحبا.